ايه جوه العالم ايه؟ ناس كتير تقول لك انت بتجمل وبتقعد تمدح في المغرب ليكم عندي مفاجأة. ايه جوه العالم ايه؟ بداية احب اشكر اي حد بيتابعني من مصر، من المغرب، من اي دولة عربية فوق 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 راسي. انا بشكر العرب كاملين طبعا، عشان مفيش اجانب اوروبيين يعني بيتابعوني يعني. فطبعا اللي احنا وصلنا له بعد ربنا ثم انتم، فكلمه شكر ما تكفيش. فالنهارده وصل لنا الدرع. طبعا انا في اليوتيوب عندي تقريبا داخل في يعني 150 الف. انا لو كنت اقدر ان انا اخلي كل اسم واحد على الدرع، لان الدرع ده ديالكم، بتاعكم انتوا مش بتاعي. فمش كده يا زوز ولا ايه؟ لا ديالهم. مش كده؟ الفضل ديالهم هم المتتبعين ديالهم. فضل ربنا ثم انتم، ف يعني الفضي للذهبي مع بعضينا. واحب اشكر برضو الناس اللي كانت عماله بتوقفني تقول لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ وايه اللي انت مش عارف ايه؟ استفاد ايه؟ استفادش ايه؟ كلامكم ده هو اللي خلاني برضه اكمل. فيلا بينا نفتح الدرع. جاهز يا زوز؟ جاهز. انا بركه الله. انا لو كان يعني انا كان نفسي برضو يبقى معايا علم بلدي عشان احط العلم جنب العلم المغربي كده، فملحوقه ان شاء الله. ولما انزل مصر لازم يبقى معايا علم مصر، والعلم المغربي ده برضو هينزل معايا مصر. وسيبوا بقى المفاجآت اللي بعد كده بقى ان شاء الله. ها هو انا سلامته. وشكرا للمساندين اللي شجعوه واللي كانوا شكرا للجميع والله. شكرا للجميع. في الحقيقه الناس تعبوا معانا، فضل الله ثم هم الله سبحانه وتعالى، ومن بعد المشاهدين الحق هما اللي كان لهم فضل في هذا هاد الفرحه. السي احمد لا لينا كلنا، مش ليا انا بس. لينا كلنا، ده بتاعنا كلنا، العائله كلها. لا اللي في المغرب ولا اللي في مصر، والله كله وبتاع الناس كل شيء. ده بيبقى اللي هو زي خطاب شكر كده، غالبا خطاب شكر. تمام. مرحبا يا هلا والله. يا هلا. انا مش عارف انت ممكن تظهري في الدرع ولا لا. تكون المفاجاه مفاجاتين. الدرع الدرع ليك وانا للمشاهدين. لا بركه عليك. هو احنا انا مش عارف اميله اكتر، انت ظبطي بقى، انت اللي لا بتصوري. لا صافي انا مش باينه. انت اللي بتصوري. ف بس كده هو ده الدرع. شكرا ليهم. عايز اقول لكم ان يعني اليوتيوب اتاخرت بالذات. معلش بس عادي، كل خيره وفيها خيره، كل توخيره فيها خيره، كل تاخيره وفيها خيره. بس ف يعني كلام كتير مهما نقول مش هيوفي والله اللي احنا عايزين نقوله. ان شاء الله ان شاء الله الايام اللي جايه يكون في حاجات جديده ان شاء الله باذن الله. يعني احنا احتفلنا اول ما عدينا ال 100 الف، احنا دلوقتي هرجع اقول تاني احنا حوالي 150 الف. طبعا زي ما بقول لكم اليوتيوب اتاخرت، او ممكن يكون العيب مني انا اللي بعت الابلكيشن اللي بملاه ده متاخر. فبصراحه مجرد ما بعت الابلكيشن فما فيش يعني 3 ايام البتاع الطبع هوبا اسبوع قال لي هيكون عندك. فشكرا يوتيوب برضو. والله انا من الفرحه معان مش عارف اقول ايه والله. ما تتكلم انت يا زوز طيب، عشان انا خلاص. الله يسهل عن الجميع. امين. لا اي واحد. امين يا رب. عقبال 500 الف يا مسهل. والله هو برضو يعني ربنا ثم هم اللي هيوصلونا برضو يعني. الناس شكر للناس. جد الدرع. وانا كنقول لهم يطولوا الدرع ديالهم بس يكثروا في اللايكات.
وفي الحقيقه الناس تلمسنا الحب ديال الناس. والله هو احنا عايشين بحب الناس اصلا. شوف لقيناهم في كل مكان. في مكان في مكان تمشي احنا كنفرحوا معاك. والله احنا كنفرحوا بينا دلوقتي. الناس بقت تعرف حتى لو انا ما كاينش يعرفوا عيلتي من سامي. من الصوت من الصوت ومن الصوت ومن سامي. الصوت والله العظيم من الصوت. سبحان الله. سامي شفتي سامي؟ اه كنت فرحته عند الكوافير وعمو يعني اخبار احمد. طب هو يا عم بقت مشهوره الحمد لله. بقت مشهوره. الناس ما كتبعش بالفلوس. لا لا الحاجه الوحيده ما كتقدرش. الحاجه الوحيده وعاد انا ما كيشوفونيش كيسولوا عليا و... الحمد لله. والله الحاجه كت زعما واخا تعي ما توصفها ما تقدرش. انا كنشوفك غير ملي كتحل لي لايف وكتحل ديما كيسولوا واخا انا ما كاينش كيبقاو يسولوا. اللي كيجي كيشوفنا بحال داك المره في وجده الناس الناس في وجده البنيتات اللي جاو عندنا فهمتي زعما ما كيعرفونيش غير في اي مدينه مش في وجده. قلت لك زعما حنا دابا غير في وجده. قلت لك زعما اخر موقف وقع هو في وجده. هذوك البنيتات اللي جاو عاوتاني هنا في الرباط راه كاينين ناس واحد اخرين غادي يجيو ان شاء الله. راه عيطوا لي هضروا معايا. مرحبا بهم. مرحبا باي حد بغى يجي. مرحبا به. مرحبا به عندنا في الدار. حنا اللي قبل علينا مرحبا به عندنا. مرحبا بالجميع. حيت هذاك حيت هذاك الحب كيعطيك واحد الدفء بشكل لانك كتلتمس الناس ما كتعرفوهم. كتلقى واحد ما كتعرفوش وكيبغيك. وكيبغيك. السلام عليكم وبيا بيا. بحالنا كتعرفوهم هذه 100 سنة. بحالي كتعرفوهم شحال. كتعرفوهم ناس خدام بحالنا زعما جيرانك اللي عرفوهم ولا. غير الناس اللي كيهضروا معانا وكيصيفطوا لنا وكيصولوا فينا. بصح. والله كيهضروا معانا في التليفونات اللي هما مساكن بعاد برا المغرب وما قدوش. واه شتي ملي كيدير احمد لايف. شمي كيدير لايف شوف كي كتكون الناس كيسولوا زعما ما كيعرفوناش وعمرهم زعما ما شافوا. انت كتبان حنا ما كنبانوش وكتلقاهم كيبغيونا وكيسولوا علينا. بالنسبه بمناسبه الدرع تعال انزل تعال بان معايا. لا ما يبغيش اجي. انا بالفرحه كتبت ناس اللي كتعيط لي ماما ناديه. كتبت ناس كثيرة. وهذاك الدفء اللي حسيته من وليداتي ولا بناتي ويقولوا لك الله يخلي لنا المويمة. هذاك الفضل ديال الله كله من فضل الله. ده احلى شيء اصلا. هو الدرع ديال المويمة. هذاك هو الدرع ديالي والله. لا هذا الدرع ديالك اهو. لا هذا الدرع بتاعنا كلنا. الحمد لله ولدي. بالمشاهدين. انت ديال المشاهدين. ايوه بالمشاهدين. هما الاصل. بس قبلينا يعني مش احنا كمان قبلينا. والله هذا الشيء من القلب تنقولوا. كون ما كانوش المشاهدين راه ما كاين لا قاعده ولا غادي يكون غير التربيق. دابا انت الدرع ديالك خديتيه في المغرب. شنو غتقول للمغرب؟ كبلد المغرب اش غتقول لها؟ انت جالس. انا نقول واحد الكلمه. قول. انا نقول لك هذا العالم شملنا كاملين. ماشي شامل المغاربه كاملين. نعم. شامل اي واحد من بلاد شقيقه ولا كيما بغى يكون الجنس ديالو. العالم المغربي كيرحب بكل شيء. ودابا دخل عندنا واحد الدرع جديد هو الدرع اليوتيوب بالاسم ديالك. انت هو راه دخل دابا. انت عارف كان نفسي يعني انا قلت اعمل لهم رسمه العالمين في الابلكيشن. ان انا ازود العالم مصر وعالم المغرب يحطوه جنب الاسم بس ما ينفعش. حيت هما ممكن كيديروه موحد الاسماء بس. كيديروا الاسماء بس. كان نفسي احط العالمين والله. ولكن نقول الكلمه في حق البلاد ديالي. لا بصي تكرمتي في المغرب. تكرمتي في المغرب والله العظيم. والله ربنا يعني ربنا شاهد على حلفاني. يمين هتحاسب عليه. انا مهما اتكلم عن المغرب وحبي ليها والله ما هيكفي. ناس كتير تقول لك انت بتجمل وبتقعد تمدح في المغرب وبتعمل وبتسوي من جنسيتي او من جنسيات اخرى مالكوش فيه. تعالوا ادخلوا البلد دي وشوفوا انت هتحبوها اكتر مني. مش بحالي هتحبوها اكتر مني. لان انا الحمد لله الحمد لله قسما بالله انا ما شفت حاجه وحشه هنا. حاجات اللي هي العاديه اللي بتحصل لاي انسان طبيعي في اي بلد عادي خلاص. وكنت اتكلمت فيها قبل كده وخلاص دي صفحه اتقفلت وشكرا للتحيه. تحيا مصر. تحيا المغرب. تحيا الدول العربيه. يحيا المغرب مش تحيا المغرب. يحيا المغرب. يحيا المغرب. معلش انا اسف ومش هقطعها. مش عيب ان انا اغلط. الدول العربيه والدول العربيه وعاش الملك.
مش هقول اكتر من كده. الله يخليه لنا. امين يا رب. امين يا رب. هذاك هو رمز البلاد لان احنا الرمز ديال البلاد ديالنا هو ذا لاف. والله ذا لاف اقسم بالله. وليدي نعز لبلادنا ديما يا رب. وليدي نعز لبلادنا والله يدومها علينا تبارك الله عليه يعني. هرجع اقولها تاني للناس اللي بتقعد تكتب كده كلام سلبي، انتوا بتفيدوني مش بتضروني على فكرة. ما تفتكروش ان انتوا لما تخشوا تسبوني او تسبوا بلدي او تسبوا بلد مراتي او تسبوا اي حاجة دي حاجة هتزعلنا. مرحبا، فيها مكسب لحاجتين. اول حاجة انا باخد حسنات، ده بسم الله تمام. تاني حاجة دي حاجة بتزود لي يعني، حاجة بتأكدني ان انا ماشي صح، وبتزود لي مشاهدات. لما بتخش بتشتمني انت كده انت اشتمني، بتعمل لي ان لايك، اعمل ان لايك ديس لايك، والنقد يكون نقد. دي مصلحة ليا انا، انت كده بتزود لي، انت كده بتزود لي مشاهدات. لما تخش تكتب شتيمة ولا تعمل اي حاجة، عارفين عارفين انتوا الكلام لمين، ها شايفكوا ها ماشي. اكتبي براحتك ولا اكتب براحتك واعمل لي ان لايك براحتك، انطلق زي ما انت عايز يا قلبي. انت كده بتساعدني عن المشاهدة بتطلع. ما تخافش، انت مش بتوقعني، وبتأكد لي ان انا ماشي صح. وهفضل ان شاء الله بحبايبي وبأهلي واولا ربنا هفضل ماشي ومكمل. ويانا ينتو مين بقى؟ فئة معينة هم عارفين نفسهم. تحياتي للجميع. هرجع اقول تاني، مهما اتكلم ومهما اشكر مش هيوفي. عايز تقول حاجه لمتابعينك يا زوز؟ عايز تقول حاجه لمتابعينك؟ الله يسهل عليهم. امين. حياتهم لا في الحياه العمليه ولا في الحياه الاجتماعيه ديالهم ولا في كلها. امين. وداك الشيء اللي كيتمناوه في خاطرهم الله يعطيه لهم. امين. هذا هو اللي كاين. امين. ميمة. الصحة والعافية. وفيتي وكفيتي الله يجزاك. صافي صافي كده. سامي شو هتقول؟ هتقول ايه للمتابعين؟ شو هتقول لهم الناس اللي كيتفرجوا وكيسولوا عليك؟ قول لي. والله كان بغيكم بزاف. طيب كان بغيكم بزاف. كان بغيكم بزاف وكان وجه ليكم بزاف. انت هتقولي ايه لمتابعينك؟ بحال اللي قال سامي، كان بغيهم بزاف وكان موت عليهم. ماشي كنحشم شي بعض المرات نقول لك تيخونوك الكلمات على شي ناس ما كتعرفش ما تقول لهم، ما كتكرهش تحل قلبك وتخشيهم بواحد بواحد وتعنقهم ودير اي حاجه. الناس ما كتعرفكش وكتلقى كتبغيك وكتموت عليك. فهمتي؟ هذاك الشيء كي ما عندوش التعبير ديالو، تتقول يا ربي غير يتحل قلبي وندخلهم كاملين. فهمتي؟ وكتبغي توصلهم المحبه ديالك بواحد الطريقه، ولكن ما كنعرفش، غير انا كنبغيهم وكنموت عليهم. بحبكم قوي. نشوفكم على خير. السلام عليكم. Sit down.